كابتن اسامه زي ما قال الكابتن علاء لعيبه النادي الاهلي فعلا النهارده كانوا متوترين جدا 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 من بدايه المباراه، وده شفناه الشوط الاول، وازدادت زاد التوتر ده الشوط الثاني، وبالتالي اثر على الاداء الفني لجميع اللاعبين، ويمكن اتنقل اعتقد اتنقل التوتر اللي جوه الملعب ده للتوتر بره الملعب. مظبوط، يعني يمكن اللي بيلعبوا يعني بثقه والاداء الطبيعي بتاعهم معلول قفشه، وان كان برضه سدد تسديدتين ثلاثه من مسافه 40 و50 يارده في وسط زحمه كتير مش هتيجي جون، لكنه تحس برضه عنده ثقه. أيوة. نفس الشيء معلول ورامي ربيعه لما نزل، رامي زود الناحيه الهجوميه، حتى بيطلع لنص رغم ان هو قلب دفاع، بيطلع لنص الملعب بيزود مع مجدي قفشه، لان احنا عملنا حاجه سهلت الامور جدا لفرقه طلائع الجيش. انت الكور الطويله اللي بتتعلق جوه ال 18 دي اللي هي المواجهه دي ايمن تلجا لها مثلا في دقيقه في دقيقتين، لكن انت من نص الشوط مدخل صلاح ومروان واجاييه وطاهر مش عارف هو فين، كلهم داخل ال 18 داخل ال 18 وسته سبعه حواليهم من فرقه طلائع الجيش، ووراهم بسام، مره يمسك بسام، مره احنا من الزحمه بندخل على بعض. صح. يعني في كور لو مهاجم او اتنين لوحديهم هيحطها، لكن لما بيبقوا ثلاثه اربعه داخلين على بعض، يعني انت عملت اسلوب. ده برضو جاي من ايه؟ من الاستعجال اللي احنا قلنا عليه في بدايه اللقاء. كان في تحس صربعه شويه. صح. يمكن الضغط اللي هم حاسينه ان فرق نقطتين وان الزمالك بيلعب في نفس الوقت مستعجلين قوي، ما بنلعبش اللعب اللي هو التنظيم الطبيعي شغل الاطراف باستثناء الطرف اللي كان فيه علي معلول الى حد كبير، فرغم ان هو برضو الشوط الثاني قل شويه لكن كان بيحاول. فانت سهلت على طلائع الجيش موضوع العدد الكبير اللي داخل ال 18 وكور طويله من نص الملعب ومن ورا على طول لداخل 18، كان بيستعامل معاها بسام بكل سهوله، وحتى الكورتين ثلاثه الخطر قوي اللي هي اجاييه لعب اللي عدت من دماغ اجاييه، وفي واحده لعبها اعتقد صلاح محسن طلعها بسام، هم دول اللي تحس فيهم خطوره حقيقيه، لكن بعد كده الحلول كانت ضيقه. وبعدين انت المشكله عدى منك الشوط الاولاني ماشي ممكن جدا، انت مشكلتك ان ابتديت الشوط الثاني نايم جدا. يعني ابتديت الشوط الثاني كمان نايم جدا، انت عارف الحماس اللي انت كنت تلعب بيه في اخر 10 دقائق لو ابتديت بيه من بدايه الشوط الثاني، حتى كميات جري مش عايز اقول بدون تنظيم لانه لازم التنظيم هو اللي بيفرق في كره القدم، ولكن ما كانش فيه، انت ضيعت برضه حوالي 25 30 دقيقه من الشوط الثاني، وابتديت تفكر اخر ربع ساعه و10 دقائق انك انت بتعادل. ف يعني هقول الحمد لله، رغم كده كان ممكن نكسب لكن الحمد لله، وهي كره القدم كده، وان شاء الله ربنا يسهل الماتشات الجايه باذن الله.